جينا من المزونة ولاية سيدي بوزيد، جينا باش نطلبوا حقنا وحق الفلاحة. الفلاحة متمرمضة في آخر درجة، في آخر درجة المعاملة، يبدا يعامل فيها الفلاح بآخر معناها، يبدا يربرب عليها، يربرب عليها، يوصل يربرب عليها. وخدمة النهارين يقول لك لازم تخدميها في نهار، حتى تجي مش تقعد مسلانك يقول لك لا، يبدا يعيط عليك ويربرب. معقول تو هذا والله الفلاحة كما هكا، والله يبدا يربرب عليك والله. ايه يبدا السبال ما نكذبش، اما يربرب كي وصل يربرب، اش مازال برب يقول لك ويقول لك خدمة نهارين بروح، يقول له ما عادش نمشي ما عادش نجي معنا، يقول له شكون قال لك راحي؟ من غدوة نجم نجيب حتى ثلاثة أربعة أخرين. وريت وكي نمشوا نخدموا نركبوا في كميونة فيها بالأربعين مرة، وعلاش بقى ما نقعدوش في الكميونة يصبوا في سطل مية، بقى ما نقعدوش النجم ناين نقاوم ونوقف، أما الكبيرة في العمر ما تقاومش ما تقاومش ما في البرد وفي السخانة، كبوا سطل مية في الكميونة بقى مرة ما تقعدش بقى الكميونة تهز أكثر. ونمشي حكاية 30 كيلومتر يومي، وصغاري خليها من الصباح ما نلوش عليه، نروح كان نتلزني تو حسب رايك كيف يربرب علي، كان عندي فلوس نرجع له، ما نرجع ليش ما نرجع ليش، اما نتلز بالسيف باش نوكل صغاري. نهار اللي نمشي نقضي حسب رايك شكون ماش يعطيك، ما يعطيك حتى حد، يقول لك لا وصغيرك مش تخليه جاهل. 60,000 الجمعة بربي، الناس اللي لباس عليها وربي يزيدها ما تعملش بها قهوة مشوار، احنا نخدم عليها جمعة كاملة بها نجيبوا بها مصروف درين، وهم 60 دينار وراس وليداتي 60 دينار في النهار 10,000، وحتى الفلاح ماشي يزيدنا الدينار ياخذ الكرهبج ايه ياخذ الكلاك كياس برشا. تعرف تو واصلين والله والله مال يوصلوا يركبوا على في الباب من تالي، متعنكشين في الكهرباء من تالي بالاربعه بالخمسه، وعليه هذا الكل خاطر ما تخليش ذريها مخصوص. نطبسوا السته الساعتين الثلاثه في المطر في السخان معادي، البيوت البيوت ظلي تشوي اقل حاجه 60 درجه، ظل العرق ينز علينا ويقول لك ما تخرجيش وما تتنفسيش، تقعدي لازم تخدمي تتصرفي ما يهمنيش فيك. الساعة يبدلك بوحدة أخرى، يخرجك يبدلك بوحدة أخرى. ما عندناش أكثر من الفلاحة، ما عندنا حتى شيء، ما عندنا حتى شيء، معناه متأيسين متأيسين. هي الدولة الدولة كي عمل له الأكسيدون المرة الأخرانية، المرة الأخرانية في سيدي بوزيد الأكسيدون ماتوا به. ماهم قالوا تنظمونكم حقكم وكل شيء، وينكم؟ كان كيف يعمل أكسيدون آخر بعد ظل يوفك الجمعة من زمان تو نعمل لكم حقكم ترى شيء، وبعث عليك يمشوا. الواه ما يبدأ ما يديروا حتى شيء. وراس وليداتي 10,000 في النهار، تكفي دينار فطور نص ساعة ذاك، تاخذ الخبز 10,000، حتى أنت وحدك 10,000 تعمل لك شي حاجة، مش وارد تخشش بها القهوة ما تعمل لك شي. ونفطوا بدينار ناخذوا خبزة وهاوين حوايج كعبة ياغورت ولا حاجة. صغاري صغاري من نقعد ندير لهم الدواء ونخليهم. فما شكون عندها؟ قولي انت وحدك انت تحكم، انت تحكم تجيب لك شي حاجه ال 10,000، ما تجيب حتى شيء 10,000 توك تصرفها، ما تاخذ منها باكو بشكوت لذريك كان ما قعد في بالك. مكذبين يا سيد الرئيس، اقسم بالله وراس وليداتي واني من دي اروح نروح لوليداتي ولا ما نروحش، يا 10,000 نخلصوا فيها في النهار ونخرج، عندي زوج اولاد ونخرج عليها من الاربعه نروح كان الثلاثه.